رجعنا معاكم مشاهدينا، وحلقتنا اليوم راح يعني في وايد ناس مهتمين فيهم سواء حريم او ريايل، وهي عنوانها سميتها انا العناية بالجمال مع الدكتور محمد العيسى. طبعا مثل ما نشوف ان بالفترة الاخيرة ارتفعت وايد نسب عمليات التجميل، والانفاق السنوي وصل الى 100 مليون دولار امريكي، وعدد العيادات بالكويت بلغ تقريبا 25 عيادة. لأهمية هذا الموضوع اليوم ضيفي راح يكون الدكتور محمد العيسى، استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل وجه. مساء الخير دكتور. يا هلا مرحبا، مساك الله بالخير، وأرحب فيك معاي بالبرنامج. يعني أعتقد دكتور اليوم راح يكون عندنا المشاهدات أكثر شيء على التلفزيون، لأن موضوع جدا مهم دكتور. وأنا طبعا الإحصائيات اللي قدمناها وسألتك فيها أنا قبل البرنامج على أساس أن نتأكد أن 100 مليون دولار أمريكي تنفق على يعني عمليات التجميل، أو اللي هي عمليات تجميل بسيطة خلينا نقول ما تعتبر عملية. نعم. طبعا المبالغ هذه صحيحة، ويمكن هذا الإحصائية بعد يمكن المبالغ زادت في خلينا نقول السنوات الأخيرة. الناس يعني قامت صار عندها وعي بالأمور، الاهتمام أكثر والعناية أكثر. إحنا كلمة التجميل بحد ذاتها بعض المرات الناس نوعا ما تكش منها أو تخاف منها أو تحس إن فيها شيء يعني غلط. اللي بنتكلم عنه اليوم واللي أنا أحب أسويه مع مرضاي الأمور التعديلية، الأمور التصحيحية، الأمور اللي فيها عناية سواء للبشرة سواء للوجه سواء يعني صحية أو استمرارية، إن نبي تكون الأمور ثابتة، ما نبي التغيرات السنين بسرعة تغير فينا. صح. فيعني هي عناية واهتمام أكثر من أن الواحد يقصد الطبيب لتغيير كامل في الشكل مثلا. دكتور تحس أن مثلا كانت موجودة عمليات تجميل من سنوات، نعم، بس الحين نشوف عملية زيادة الإقبال عليها. هل لأن سهولة صار عندنا مثلا بالفاسيليتيز أو مثلا سرعة الإجراءات؟ يعني بنعرف ليش زيادة الإقبال؟ زيادة لها عدة أسباب. السبب الأول انفتاح العالم وكثرة القنوات والتواصل الاجتماعي، والناس قامت تشوف، فالناس تحب تقليد المشاهير، فلما يشوفون المشاهير وشون عنايتهم نفسهم وشون اهتمامهم والأمور هذه يبدون أن يبون يصيرون شيء مقارب حق المشاهير هذول. الشيء الثاني طبعا الوفرة، صارت العيادات متوفرة بكثرة مو مثل قبل، فصار سهل على المراجع أو المريض أنه يوصل حق عيادة ويراجع. الشغلة الأهم من كذي أن ثقة المريض في الطبيب اللي راجعه، وهذه اللي نعتمد عليها صراحة. إحنا يعني احنا دائما نقول الامور هذه تحتاج ثقه بين المراجع وبين المريض عشان تكون الامر يعني صراحه ما يكون في ضرر للمراجع، يكون على اساس علمي بحت بحيث انه نحصل الفائده الكامله بدون اي اضرار او مشاكل صحيه. صحيح. دكتور نشوف احنا الحين مثلا دائما نفكر ان السيدات أو حتى البنات هم أكثر تردد على عيادات التجميل. نعم. هل هذا صحيح ولا؟ هو صحيح. إيه؟ هو صحيح 100% الكلام هذا صحيح. الفرق أن بالفترة الأخيرة قمنا نشوف بدأ يدش العنصر الرجالي في طلب الأمور هذه أكثر مما كان في السابق، ولكن يعني ما نقول والله الرجال أكثر، ولكن بدأ نشوف يزيد العدد. بدأنا نشوف رجال يبدأ يعاني مثلا من أمور معينة، مثلا في مناطق قامجة في الوي، في حفر مثلا موجودة معينة، في انحراف قوي بالأنف، في تحت العين سواد قوي،
يروح يطلب المساعدة وإنه يبي يشيل الأمور هذه. يعني أقل نشوف يعني بالرجال إنه والله أنا أبي خشمي أحلى وأبي أضعف وأبي أصغر وأبي كذي، أقل مع أنها تواجد بس الأكثر بالعنصر النسائي. دكتور، الفئة العمرية يعني هل بعدين من يعني 18 15؟ انا احس الاعمار صارت وايد صغيره، يعني هم بادين من عمر صغير، انا احنا ندزهم يعني. بس كعمليات واحنا قاعد نتكلم عن عمليه مثلا الانف كعمليه تصحيحيه، ما ينفع اصلا طبيا ما ينفع تسوى قبل 17 سنه. لان الانف قضاريفه وعظم الانف يكون في نمو صحيح ما يوقف الا في سن 17 18 سنه. فأي واحدة تي وعندها انحراف واضح بالأنف وتقول هذه بنت حرام شكلها، يقولون ما يخالف بس لازم تنطر لين يوصل عمرها 17 أو 18 سنة. بالنسبة للأمور الأخرى كالفيلر والبوتوكس لا، غالبا يبدأ بعد عمر 25 اللي نبدأ نلاحظ في تغيير. طبعا مع عمليات السمنة وعمليات التكميم بدينا نشوف الأمور هذه على فترة يعني على عمر أصغر، لأن مثلاً واحدة عمرها 18 سنة وسوت عملية تكميم فعلاً صار في حفر بالوجه، في ترهلات بالوجه ما كانت موجودة، مع أن المريض أو المريضة حيل صغار بالسن بس يحتاجون شوية عناية عشان يكون الوجه بس ممتلئ ما يكون حيل شاحب وضيف. دكتور، بالنسبة الحين أنت فتحت علي سؤال أن الأشخاص اللي يسوون عمليات التكميم أو اللي هم عمليات الجراحات السمنة، يعني هل يكون مثلا الفيلر هو الحل المناسب أو يبي لهم شد؟ لأن في بعض المرات يكونون نزلوا 70 50 كيلو فيكون الترهل شديد عندهم حتى بمنطقة الوجه. صح، والله غالبا ما يكون الحل في كومبينيشن من العلاجات. نعم. يعني بعدة أمور غالبا طبعا اللي نشوفه بعد نزول الوزن بشكل ملاحظ الخطوط اللي تبدأ تطلع في الوجه اللي كانت متروسة بالشحوم خفقت حيل. الخفقات هذه راح تحتاج لها طبعا فيلر هي مواد التعبئة، تبدأ تعبي الفراغات هذه بحيث انه يكون بشكل طبيعي ما يكون في اي انتفاخ بالوجه او اي يعني شيء زايد عن الحجم. اللي نشوفه كذلك تجاعيد تزيد في منطقه الجبهه حتى حق صغار السن، لان كانت مسموته مع وجود الشحوم هذه، لما تنزل تبدا تبين التجاعيد. هذه حلها يكون بالبوتوكس. البوتوكس عباره عن دواء ما يتفخ الوجه، يضعف العضلات بحيث انه ما يسبب التجاعيد اللي موجوده في البشره. وبعض المرات يكون في نزول في الجلد نفسه مع نزول الشحوم، فيحتاج لبعض الخيوط أساس بس نشد الوجه أو البشرة عشان ترجع إلى شكلها الطبيعي. دكتور، إحنا زرناك بالعيادة وشفنا بعض ما أبي أقول أنا عمليات، هي مو عمليات، إجراءات. شفنا بعض الإجراءات اللي حضرتك سويتها، رح لازم نراويها حق مشاهدينا، فرح نطلع معك ونشوف يعني تخبرنا عنها بعد ما نرجع. مشاهدينا، رح نروح على عيادة الدكتور محمد العيسى ونشوف شنو سوينا هناك ونرجع نتكلم عنها بالتفصيل. فاصل بعيادة الدكتور محمد العيسى وراجعين لكم. مساء الخير مشاهدينا، الحين أنا موجودة بعيادة دكتور محمد العيسى لأن حابين نتعرف على الإجراءات التجميلية غير جراحية مع الدكتور. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا مرحبا. هلا فيك دكتور. إحنا حبينا يعني كلامنا كله عن جراحات التجميل وتجميل الوجه وأحدث ما توصلنا له، وهذا طبعا راح يكون شرحنا أكثر بالاستديو، بس إحنا اليوم إن شاء الله عندك بالعيادة علشان نبي نتعرف شنو هي الإجراءات اللي تسوونها الغير جراحية، لأن الناس طبعا دائما تخاف من بنج كامل وكذي، فتبي الإجراءات البسيطة الغير جراحية، شنو هي دكتور؟ نعم، عندنا كذا شغلة نقدر نسويها. عندنا الفيلرز، والفيلرز عبارة عن أحماض
في الماكه محضره بطريقه طبيعيه. هذه الماكه اللي انا دائما استخدمها جوفادير. احنا هدفنا مو دعايه كثر ما هو يعني تنبيه وننبه المرضى ونعلمهم ان هذه الماكه المعترف فيها من منظمه الصحه العالميه من الاف دي اي، وهذه الماده الامنه. نستخدم الإبرة. الإبرة غالبا ما تكون سنتي واحد الصندوق أو العلبة مغلفة سيلد معقمة فيها إبرة يعني سنتي الكامل اللي نقدر نستخدمها لتعبئة الخطوط اللي بين الأنف والفم، الشفايف تحت العين، الوجنتين، الحنج، اي مكان في نزول يعني مع الزمن او بعد عمليات السمنه مثل ما ذكرنا، نحتاج ان نعبي المناطق هذه بالفيلرز. هذا الفيلرز هو اللي يعطينا امتلاء، اذا في منطقه نازله راح يمليها. البوتوكس ما يعطينا امتلاء. البوتوكس هذا مره ثانيه اللي قلنا عنه انه ماركة البوتوكس نفسها اللي من الأرقام، وهذا اللي معترف فيه من منظمة الصحة العالمية. هذا عبارة عن دول فاين مثل الأبر اللي نستخدمها للأولفين أو مسكنات الألم أو أيًا كان، عبارة عن بودر داخل العلبة نخلطه مع ماء معقم ونحقنه في الأماكن اللي نحتاج أن نقلل فيها التجاعيد، وغالبا والآمن إنه يكون المنطقة اللي فوق العينين. المنطقة اللي تحت العينين حقن البوتوكس فيها نسميه تريكي شوية، ممكن إنه يغير لنا ملامح، ونشوف إن الضحكة تغيرت، نشوف إن تعابير الوجه تغيرت، لما نشوف ونقول إن فلان وجهه ما في تعابير، وجه جامد، لأنه ينقز البوتوكس تحت العين، وهذا اللي يخلي التعابير. الفيلر ما يسوي هالموضوع. التعابير الفيلر ما يغير التعابير إلا إذا حقن بال يعني بكميات كبيرة وصار الوجه مو طبيعي. يعني إحنا دائما ما نقول أغلب مرضاي نستخدم إبرة أو إبرتين حق الوجه كله، نعبي مثلا نص بنص إبرة أو نحط إبرة هني وإبرة هني للوجنات. في ناس تستخدم 6 و7 إبر فيطلع الوجه مو طبيعي. كثرة الفيلر تخلي الشخص ما يقدر يتكلم، تعابيره تتغير، ما يقدر يضحك، ما يقدر من يضحك تبدا عيونه تختفي. هني نقول لا، كثره الفيلر فعلا ممكن نتغير. الشغله الثالثه اللي نحب نتكلم عنها الديرمال بن. الديرمال بن هو عباره عن جهاز نركب عليه هم نفس الشيء، يعني حق كل مريض او مريضه نستخدم ابره معقمه نفتحها يكون فيها راس في ابر صغار. زين الأبر الصغار هذه فيهم ألم إلكترود، يكون الألم جدا جدا دقيق. الأبر صغيرة تركب هني ونبدأ إن نشغل الجهاز بسرعة معينة، ويبدأ طبعا لازم نوصل الكهرباء، يبدأ الأبر هذه تشتغل على الوجه ونحط المحلول اللي نحتاجه، سواء كان المحلول هذا البلازما اللي نسحبها من الدم او المواد النظارة، ونبدا نستخدمها على الوجه بشكل دائري، ويبدا يعطينا النظارة بدون ألم، لان الابر بسرعة معينة الواحد يحس بالضبط كأنه واحد قاعد يسوي تنظيف بشرة او مساج، بس يبدا الدواء يتغلل بالفتحات الصغيرة اللي نسويها على البشرة، ونبدا نستفيد من النظارة اللي احنا حاطينها. انزين دكتور، النظارة تبين بنفس الوقت والفيلر ولا يبينها؟ الفيلر يبين بنفس الوقت. نشوف مثلا عندنا خطين نازلين هني، نبدا نعبيهم نشوف النتيجة مباشرة. النظارة يشوفها المريض مباشرة وخلال الايام الاولى. مع الوقت بعد اشهر تبدا تقل النظارة الموجودة، عشان كذي احنا بالنسبة للنظارة ننصح بالاستمرارية، مثلا كل اسبوع ترك او كل اسبوع لفترة معينة عشان تستمر النتيجة بشكل كبير. دكتور احنا الحين شفنا الاجهزة والادوية اللي راح تستخدمها، ان شاء الله الحين راح ننتقل للغرفة الثانية اساسا نشوف التطبيق على الموديل اللي موجودة عندنا. الحين بنبدأ طبعا أول شيء نسوي الماركينج مالنا،
فاحنا نحتاج ان نحقن الخطين هذول عشان نخفي الخطين، وراح نساعدهم بشوية شد، راح نحط بعض الخيوط اللي تشد بالمنطقة هذه. الحين نبدأ بالحقن شنكة صغيرة مثل ما نشوف، مو مؤلمة حقن الفيلر بشكل كبير، بس تبدأ تعبي لنا المنطقة اللي فاضية هذه. الحين نسوي الشد بالخيط، وهو مسألة جدا جدا بسيطة. Keep them coming. So كل اللي نسوي ندش كذي. شكلها يعور ان الإبرة داشة، بس فعلا ما فيها ألم، ان ندش بالبلين اللي لازم تروح فيه او بالجهة اللي لازم تروح فيها. كل اللي نسوي ان نشد ونسحب الإبر، الخيط إبر داخل. طبعا الخيوط تظل موجودة وتبدأ مفعولها بعد أسبوعين. شد الخيوط باتجاه هذا عشان نرفع المنطقة هذه. نسوي واحد، اثنين، ثلاثة. وبعدين نشد ونسحب الخيوط ونحط شوية ثلج بس أساس إذا في أي دم يكون مختفي تماما. كذي الخيوط تكون انتهت، والمنطقة هذه الحين ما فيها أي لاينز. حطينا شوية فيلرز والخيط يبدأ يشد خلال أسبوعين إلى ثلاثة، فالخطوط هذه تختفي تماما. وهني نبدأ نحط مادة النظارة ونبدأ نمشي عليها بالجهاز. شوف يصير يبدأ يصير فيه شوية احمرار، معناته ان الإبر شغالة وان المادة اللي قاعد نحطها توصل لداخل وتبدأ تعطينا النظارة اللي في الوجه. الفترة الأولى 10 دقائق البنج هذه ما شفناها، ولكن بإجراءنا بعشر دقائق حطينا الفيلرز بالخطوط اللي بين الأنف والفم، عملنا الخيوط الشد وسوينا الناحية اليمين من نظارة الوجه. إجراء بسيط ما في ألم فعلا، بزيارة 15 دقائق المريض تقدر تطلع من هنا تروح دوامها، تروح مثلا عشاء، تقدر تحط الميك اب على طول على الوي، وما يصير فيه انتفاخ او احمرار. وهذا الهدف من الاجراءات هذه، انه يطلع المريض برا العياده ما حد يحس انه مسوي شيء او ما حد يعرف شنو مسوي. اجراءات صغيره، استخدمنا تقريبا ابره كامره من الفيلر، حطينا 6 خيوط واستخدمنا النظاره، وجه المريضه ما يتغير، يتعدل يتصلح، بس ما يصير في تغيير كبير. وهذا محور حوارنا كله. صحيح ان احنا ما نبي اي تغيير، نبي شيء تجميلي ويكون بالطريقه المقبوله. بس بسال مريضتنا، حسيتي بالم ولا لا؟ اساسا نبي يعني نطمن المشاهدين. لا ما في اي الم. لا ما حسيت باي الم. مشكوره لتواجدك معنا، وشكرا دكتور لاستضافتك لنا بالعياده، وشفنا عن قرب هذه الاجراءات وتعرفنا عليها وان هي امنه، وحضرتك هنا بالعياده تستخدم كل المنتجات اللي هي معترف فيها من كل المنظمات الصحيه. مشاهدينا رح نرجع معاكم الحين الاستديو اساس نكمل حوارنا مع الدكتور محمد العيسى. رجعنا معاكم مشاهدينا ومع دكتور محمد العيسى. دكتور، شفنا بعض الإجراءات اللي صارت بالعيادة، خلال حوارنا رح نتكلم عن تكنيك أو شلون ممكن إنه شنو هذه المواد اللي قاعد نستخدمها، إيش كثر يزيد. بس أنا دكتور دائما يلفت نظري شغلة، إنه قبل مثلا أكثر عملية تجميل كانت رواجا تصير بال، أنا قاعد أتكلم مثلا يمكن بال
بالثمانينات يمكن حتى بالسبعينات اللي هي عملية الأنف. نعم. ويمكن لحد الحين يعني هي أكثر عملية يعني ممكن انتشارا، وحتى مثلا بعض المرات ما أدري هل تعتبر تصحيحية أو تجميلية هذه العملية دكتور؟ أنا أتكلم أنا عن نفسي شخصيا، طبعا عمليات تجميل مثل ما تفضلتي في العالم كله رقم واحد العمليات التجميل هي عملية تجميل الأنف. أنا مع كل مرضاي ما أسوي أو ما أحب ونقنع المريض بعض المرات إنه ما تحتاج تسوي عملية أنف إلا إذا كانت عملية تصحيحية. إذا كان في انحراف في شكل الأنف، إذا كان في مثلا ضربة على الأنف وسببت تغيير في شكل الأنف سواء نزول أو بروز في الأنف، إذا كان مثلا المريضة بنت وعندها بروز قوي فعلا مشوه شكل الأنف، إذا كان في تورم واضح ما كان موجود، يعني نشوف مثلا بعض المرات بعد الحمل يكون في تورم بالأنف وما يرد يخف التورم هذا، فإذا في تغييرات واضحة على شكل الأنف ما كان كذي قبل كم سنة مع المريض نفسه، فهني نوافق على أن نسوي العملية ونسوي العملية، وتكون العملية هي كاسم اسمها عملية تجميل الأنف، ولكن الهدف منها تصحيح الأخطاء أو تصحيح الأمور اللي طرأت على الأنف. لما نيجي مريض أو مراجع أو مراجعة والخشم من أحلى ما يكون ما في شيء طبيعي، بس والله أنا أبي أضعف أبي أرفع، أنا شخصيا أرفض وأرد المرضى هذول، لأن الهدف مو بس أن نسوي عملية وخلاص. صحيح. الهدف هذه عملية بالأخير بنج عام المريض راح يتعب، الهدف أنه نطلع بصورة شكل أنف طبيعي ما يكون يعني مشوه أو إحنا نسميه فيك، يعني المرضى اللي يجون ويقول لي أنا أبي تسوي خشمي إن مبين أنا مسوي عملية تجميل، أقول لها مو عندي شوفي اللي مكان ثاني. الهدف الأول إنه يطلع شكل أنف بشكل طبيعي. أنا ما أرضى إن أي مريض أو مريضة تجيب لي صورة وتقول لي أنا أبي خشمي نفس هذه، لأن نرد ونقول لهم احنا نبي نعدل خشمك انتي، نبي نخلي خشمك بصورة احسن او نرد خشمك نفس ما كان قبل، نرده مستقيم، اذا مع الاستقامة يمكن نحتاج ان نضعفه شوية او نرفعه شوية عشان يكون مجرى النفس احسن، وعشان الغضاريف عقب ما تنفتح بالعملية لازم ان تكون اضعف فتكون شوية شكلها اضعف، فيطلع شكل الانف طبيعي. ما في مجال عندنا ان نسوي الخشم بحيث انه يطلع شكله سلة سيف ولا محفور ولا مرفوع، مو هذا الهدف من عمليات الأنف. بال بال بالشروط هذه عدد العمليات ما شاء الله قاعد نسويها وايد عالي، فأنا شخصيا ما أحب أن أفتح الباب أي واحدة تدش من الباب تبي تسوي خشمها أقول لها يا حياة إن شاء الله نقدر نسوي عمليتك باكر، هذا مو شيء صحيح. إحنا الهدف من تعديل الأنف والعمليات هي تصحيح الأخطاء، ونفس المبدأ نستخدمه حق الفيلرز حق البوتوكس حق شد الوجه. ما نسوي الفيلرز بس عشان نبي نيو لوك، نسوي الفيلرز إذا بدأ مثلا بعد عمليات السمنة اللي تكلمنا عنها، إذا نحتاج مثلا شوية التشيك بونز أو الوجنات عشان بس يرفع شوية بشكل ما يبين. أنا دائما هذه كلمتي حق مرضاي، نبي تطلعين من هني ما حد يعرف أنت شو مسويه، وهذا أهم شيء. نعم. دكتور بعض المرات لما كنت قاعد أتكلم الحين عن عمليات التجميل الخشم بخاصة، تشوف إنه يعني صار شكل الخشم حلو وايد بس مو على هالوجه، يعني إنه في بعض المرات يعني ما أدري حتى الطبيب نفسه، يعني هذه سمعة للطبيب. صح. إنه يكون وايد الشغل ممتاز وما في أي شيء خاطئ، كلهم يشبهون بعض كلهم خوات، بس بالآخر مو على هذا الشخص أو مثلا مو على هذه على هذا الوجه، يعني كل وجه سبحان الله يعني الله عطاه تكوين معين لازم يمشي عليه، انحراف شوية بعظمة الأنف أو شيء ممكن واحد يصلحها، بس إنه تشويه أنا أقول له الكامل مو تجميل. صح. التشويه الكامل مفروض إنه ناخذ توعية أكثر عن هذه. وهذا أنا اللي أقول حق كل المرضى وخاصة النساء منهم، لأنهم اللي عندهم الرغبة. صحيح. والهوس إن تغيير شكل الأنف، أقول لهم الهدف لما باكر تطلعين وتمشين في السوق أو بالأفنيوز
ما حد يأشر عليك يقول هذه خشمها مسويته. اي ما نبي كذي، ما نبي احنا نطلع بشكل ان الكل اللي نشوفهم بالسوق ان شكلهم نفس الشيء. الفكره ان كل واحده لازم شكلها وخشمه نفسها، بس بتعديلات على الامور اللي طرأت على الانف وغيرتها، سواء كانت طقه سواء كانت عظمه. بعض المرات يكون يعني تكوين الانف مثلا بعد طقه صغيره صار في نمو كبير للانف. عندنا بعض الصور اذا نقدر نشوفها تبين لنا ان الانف فعلا في طمره كبيره مشوها شكل الانف بشكل كبير. لما نعدل الخشم هذا ونحتاج ان نرفعه عشان بس ما يكون شكله طويل، يكون في تغيير بالانف، يكون الصوره تغيرت فعلا، بس احنا هني مضطرين الى التغيير، ولكن التغيير بنفس الشيء بشكل الانف. ما راح يكون في الحفرتين اللي هني، ما راح يكون في الخطين اللي غير طبيعيين، ما راح يكون الرفعة اللي حيل مرفوعة بالخشم بحيث انه يكون شكل الخشم فعلا عملية. راح يتغير الخشم، راح يكون افضل، ولكن اللي ما يعرف الشخص هذا او اللي ما يعرف المريضة هذه ما يقول انه مسوي خشمها. اهلها وربعها يدرون انه تغيرت وتغير الشكل وصارت افضل، بس الشخص اللي ما يعرفها ما يبين انه كعملية. اللي انا اشوفه بعض المرات نمشي بالسوق اقدر اقول لك هذا مسوي خشم، هذا مسوي خشم، هذا مسوي خشمها، وهذا المفروض اللي ما ينعرف، المفروض انه يبين الشكل افضل بدون ما انه نقول هذه شكلها مسوي عمليه. دكتور، في اجراء تسوونه للخشم او للانف بس بدون عمليه؟ نعم. ما ادري شلون هذا يعني ممكن يصير، وش كثر استمراريته؟ نعم. يعني سواء كان اوبر او فيلر هو ممكن، مو كل الناس ينفع لهم الاجراء هذا. ولكن ينفع حق بعض المرضى. نستخدم مرة ثانية كومبينيشن بين الفيلرز وبين الأدوية الثانية، سواء البوتوكس أو المواد اللي تذيب الدهون شوية، بحيث نبدأ نسوي شوية تعريف حق الأنف، نشكل على شكل الأنف، وتعطينا نسبة تغيير، مو مثل العملية ولكن تعطينا نسبة تغيير بين 5-10% تقريبا. في البعض تنفع له وتطلع النتيجة حلوة، والبعض ما تنفع له. إيش كثر تطول؟ تطول بين 9 أشهر إلى سنة نتيجة. وهي تسوى صراحة أساس المريض يعرف الفكرة إنه مثلاً لو سوى العملية شنو التغيير اللي يصير، أو إذا مثلاً يعني في مريضة مو راغبة إنها تسوي عملية وعندها طمرة واضحة، ومثلاً مثلاً نقول عرسها أو عندها مناسبة أو أي إن كان، تسوي عشان التصوير يكون الأمر زين وخلاص، هي مقتنعة إنه بشكلها ما تبي تغيره، بس تبي حق المناسبة هذه إنه يكون الشكل أفضل. فهني ممكن إنه يتسوى الإجراء هذا، سواء كان بالإبر إحنا نقول، يتعدل شكل الأنف ويكون شيء مؤقت تقريبا لمدة سنة. زين دكتور، إذا مثلا واحدة من، أنا ما بأقول هم مو مرضى، هم مراجعين. نعم. واحدة من المراجعين سوت هذه الإجراء للأنف وعجبها الموضوع، مثلا كل 9 أشهر ممكن أنها تعيد، كل سنة تقريبا أو كل سنة. نعم. زين دكتور، يعني شكثر رح يتم كثر، يعني كثر الحقن، هل راح يخرب الخشم؟ هل يخرب او مثلا يتم نفس ما هو، او يرجع خلينا نقول لطبيعته؟ اذا هو ما راح يتغير. يعني في، وهذا اللي احنا نقوله، ان الثقه بين المراجع والطبيب. لان في مواد فعلا ممكن انها تخرب الخشم، المواد اللي تذيب الدهون بشكل كبير، ممكن ان اذا انحقنت غلط انها تذيب الغضروف نفسه، ويبدأ يطلع فيه خفقات بالخشم جدا ما تصلح له بعملية. ولكن استخدام الفيلر آمن جدا، لأن الفيلر ينحط فوق الأنف نفسه فيطلع لنا الشكل طبيعي. ما عجبنا نقدر بنفس الوقت نحقنه بمادة ثانية تذوب الفيلر هذه ويطلع الشكل مثل ما كان. هل كثرة استخدام المواد هذه مع الفترة أنه يخرب الخشم؟ الفيلرز لا، ما راح تخرب الخشم. المذيبات الدهون كثرتها نعم راح تخرب الخشم. زين دكتور، الحين في انواع، مثلا خلينا نقول الفيلر وحتى البوتوكس، في انواع كثيره، منها يمكن الجيد ومنها اللي مفروض كلش ما الواحد يستخدمه. شنو افضل الانواع دكتور اللي ممكن نوصلها احنا لمشاهدينا، عساس اذا راحوا اي عياده للتجميل يكونون عندهم المعرفه شنو الشيء اللي اختارونه، او هل هذا صحيح او خطا؟ زين، احنا لازم نعرف شغله، الفيلرز يتراوح اسعارها
من بين الدينار إلى المية 120 دينار. أوكي في فيلرز يعني يبودر ونخلط من ماي، وهذا شفنا بلاوي منه والمرضى يعرفونه. إنزين كان ينحقل بالصالونات وكان ينحقل للأسف في بعض العيادات وسبب التهابات بشكل مو طبيعي. هذه المادة ممنوعة أصلاً أن تدش الكويت، ولكن للأسف كانت تنياب وتنحقن، وللأسف مادة دائمة وايد ناس حقنا منها وسببت مشاكل والتهابات، واليوم قاعد نشوف المرضى ونعالجهم وننظف المواد هذه. لها اسم دكتور معين؟ كانت اسمها الأكوالفت. أكوالفت هذه طبعا مثل ما قلت لك منعت من دخول الكويت وتوقفت. اسمها العلمي بايو ألكامايد. وهذه من أخطر المواد ومن أسوأها في الاستخدام. دكتور هل يطلع أعراضها؟ أنا بيخال بقطعك لأن مثلا دائما المشاهدين في عندهم أسئلة معينة، هل يظهر أعراضها مباشرة؟ سرعة مباشرة غالباً ولا لا. ممكن غالبا بعد سنوات للأسف. اي لان يوني مرضى انا حاقنا الدكتور قبل 5 سنين واليوم الوجه منتفخ كله كذي وصديد يطلع منه. بعض المرات بعد سنه سنتين 3 سنين الى 9 سنين قاعد نشوف. زين فالمعلومه المهمه الفيلر الدائم خطر. فهذه المعلومه المهمه. شنو اللي ننقيه احنا؟ ننقيه اللي احنا نسميه FDA approved اللي هو معترف من منظمه الصحه العالميه. نوعيات فيلر في يمكن 85 نوع فيلر موجود بالكويت. الاف دي اي ابروفد 2. اوكي البوتوكس في يمكن 6 انواع، الاف دي اي ابروفد 1. فاللي انا استخدمهم بالعياده واللي شفناهم بالريبورتاج المواد اللي اف دي اي ابروفد. دكتور خلينا نقول اساميهم للمشاهدين اساس ان هذه التوعيه. يعني وحفظ على صحتهم. الجوفاديرم والرستيلين. الجوفيديرم اللي هو علبته بنفسجية. اي نعم. والرستيلين اللي علبته بيضة ومكتوبة بالأزرق. اي نعم. هذول المواد اللي معترف فيها من منظمة الصحة العالمية آمنة. أنا شخصيا وكل يعني اللي نشتغل بالبزنس هذا ما حد شاف منا مشاكل. المواد الثانية أغلبها مو زينة. اي نعم. نشوف علبتها حلوة وألوانها من أبدع ما يكون وزينها، سعرها نص سعر المواد هذه لأنه مو معترف فيها. كلهم شفنا منهم مشاكل ويعني التهابات. البوتوكس نشوف اسمه بوتوكس الأصلي. زين أوكي. مكتوب بالعلبة مثل اللي شفناه بالعيادة علبته اسمه بوتوكس. فهذه المواد أنا دائما أقول حق مرضاي لا تستحون مني أو من أي طبيب تروحون عنده. أينا. قول له أبي أشوف المادة وصورها وحطها عندك بتليفونك. رحتي أي مكان ثاني صار في التهاب تبي تحقنين شيء فوق شيء إلا أنت عارفة شنو المادة اللي حقنتيها. المادة بالأول صحيح. لا تخلين الطبيب اللي ما يوريك شنو المادة اللي أنت حقنتها لا تثقين فيه. قولي له أبي أشوف المادة، أبي أخذ الصورة من الإبرة أو العلبة، خلي يكون عندك معلومات شنو اللي قاعد تغزينه، خلي يكون عندك معلومات إيش كثر غزيتي كم سي سي بكل مكان. هذا حقك كمراجع أن تعرفين شنو اللي سويتي. هذا بشكل عام عن المواد اللي نستخدمها كفيلر او بوتوكس. شو الفرق بينهم دكتور؟ انزين هذا طبعا احنا مسكونسبشن عام. ايه؟ او سوء فهم عام بالنسبه للمرضى. البوتوكس اسمه تجاري وحلو، فالناس حسبالها كل شيء تجميل بوتوكس، وهذا مو صحيح. البوتوكس ماده علاجيه نستخدمها للامور العلاجيه اكثر من الامور الطبيه بشكل كبير. ايه نعم. يعني احنا نستخدم عندنا البوتوكس كعلاج للشقيقه او للصداع النصفي بشكل كبير. المرضى مرتاحين على العلاج. يعني بكميه كبيره نستخدمه للطنين، نستخدمه لالام المفاصل، نستخدمه لبعض البحه وانواع العلاج الصوتي. فالبوتوكس ماده دوائيه تستخدم لتخفيف توتر العضله. العضله تكون شاده حيل توتر. شلون؟ لما ينعصب هذا تنعقد النونه فيطلع في تجاعيد هنا. في ناس 24 ساعه شكلها معصبه. فاللي نسوي ان نحقن بوتوكس على العضله، العضله ترتخي فما يطلع عندنا التجاعيد. نفس الشيء لما نرفع حواجبنا تطلع اللاينز هذه. لان احنا نرفع الحاجب تطلع اللاينز. اللي نسوي ان نقز العضله ترتخي العضله فما يطلع عندنا اللاينز هذه. هذا البوتوكس باختصار. هذا اللي يسويه، لا يتفخ، لا يخلي الوجه يعني ينتفخ، ما في يعني اي شغلات ثانيه. الباجي اللي نشوفه واللي الناس
تشوفه بالسوق واللي الناس وجوهها متفخه والشفايف الكبار. ايه هذه مشكله والناس دكتور. تقول مقززه بوتوكس. هذا مو بوتوكس، هذا فيلر. اوكي. وهذا سوء استخدام. ما يصير احد يطلع شكله كذي مو طبيعي. زين. وهذا اللي نقوله احنا، هذا اللي قلناه في البدايه، لازم المراجع والمراجعه تطلع من العياده ما حد يلاحظ انها مسويه شيء. ما يصير يطلع الواحد وجهه كذي منتفخ. هذا صحيح. هذا خطا في الاجراء. لو المراجع او المراجعه تطلب هالشيء، من يعني من واجب الطبيب ان يقول له لا، هو مو احنا مو داشين جمعيه ولا صح. بقاله، لا حط لي، لا مو بكذي. يعني بالاخير احنا بعياده، هذا اجراء نوعا ما طبي صح، في الشق التجميلي، بس لازم انه يكون بحدود المعقول. فنطلع بالشكل اللي ما فيه تشويه للوجه، فيه تعديل الصورة. دكتور سؤال، إن مثلا خلينا نقول البوتوكس هي يعني تحقنون كميات بسيطة ويبين أعتقد بعد 3-4 أيام. الفيلر دكتور، يعني مثل ما قاعد تقول إن وايد قاعد نشوفه، يعني منتشر الموضوع اللي هو الوجه اللي وايد دائري، الخدود اللي يعني وايد خدود، الشفايف الكبار حيل. دكتور هل يفترض، يعني أنا ما بيقول على الطبيب، الطبيب هو عارف شنو قاعد يسوي، بس مرات يمكن يقول أن المراجعة تبي هالموضوع. دكتور هل من الأفضل مثلا كمشاهدين، يعني واحدة الحين مثلا من المشاهدات تقرر أن تسوي فيلر، هل يفترض أن تبتدي مثلا كميات بسيطة، خلينا نقول مثلا الوجنتين، تبتدي بكميات بسيطة وبعدين تشوف شنو التأثير المناسب، او ان صعب انك تبتدي بكميات بسيطه وبعدين ان اوكي لا ممكن دكتور نزيد؟ انزين، النقطه الاولى اللي تفضلت فيها ان الطبيب يقول المريض طلبت كذي، هذا خطا. يعني انت بالاخير انت الشخص المسؤول وانت البروفيشنال، انت اللي عارف الموضوع، فما يصير يجيك مريض ويقول لك انا مريض انا بيك تكتب لي مضاد حيوي. اذا انت كتبت له مضاد حيوي انت المخطئ، مو المريض المخطئ. زين، نفس الشيء بالامور التجميليه. تيني مريضه انا اقول لها نشوف ان ننقز ابره هني وابره هني عشان يعطي الوجنتين شويه امتلاء يبين الشكل طبيعي. لما تيني المريضه تقول لا ابي بعد، اقول لها لا نطري، روح البيت شوف الوضع، عجبك خير وبركه، ما عجبك تردين بعد اسبوع، ممكن ان نزيد نص ابره ونص ابره. تقولي لي ابي 3 إبر و3 إبر، راح اقول لك لا ما راح نسوي 3 إبر و3 إبر لان راح يطلع الشكل مو طبيعي، وانا ما راح ارضى ان نسوي شيء مو طبيعي. مو الهدف ان نغير وجهك نطلعك وحده ثانيه، الهدف ان نعدل بعض الامور وبعض الاخطاء. نفس الشيء بالنسبه للحقن الخطوط اللي بين الانف والشفه، نفس الشيء بالنسبه للحقن الذقن، وطالعين لهم الايام كل يوم تسميات جديده، نفرتيتي، تاكسس، تحديد الحنج. شنو نفرتيتي دكتور؟ انا وايد قاعده اسمعها. طبعا نفرتيتي هي الملكه الفرعونيه القديمه، وهي معروفه بطول الرقبه. صحيح. زين، شنو عباره عنها نفرتيتي؟ نفرتيتي هي نفس الشيء، خلطه انه يقزون بوتوكس في العضله اللي تحت عشان العضله تشد. اوكي. يقزون شويه فيلرز بالحنج عشان يطلع الحنج ظاهر. مع شويه مثلا بعض المرات شد الخيط بحيث انه تطلع الرقبه شكلها طويل. اوكي. هل هي ناجحه؟ مو ناجحه. انا اقول حق المرضى ما عليكم من التسميات. التكسس نفس الشيء، التكسس عباره عن تعريض الفكين. يبدون يقزون يمكن 3 أو 4 إبر هني. وشفت انا مرضى عندنا احنا، لان مشكله يروحون حق للاسف اما صالونات او اطباء مو فاهمين في تكوين الفم، ويتني يوني مراجعين مقزوز الفيلر داخل العضله مالت الفك. فكل مره تتعالج تبدا تحس بالام، وهذا اهم شيء خاطئ. ف يعني ما نحقن وبس، لازم كل شيء في دراسه، نكون عارفين وين العضلات، وين الاعصاب، وين الشرايين، اساس ما يصير في خطا في الخطا. فاقول لهم لا تركزون على اسماء، انا ابي نفرتيتي، انا ابي تكسس، انا ابي، خلينا نشوف الوجه شنو فيه، يعني صحيح. شنو يحتاج، شنو وين الخطا اللي موجود او التعديل اللي نقدر نعدله. ما نبي بس نبي شيء جديد وبس. يعني صراحه احنا بعياده، انت مو جايه صالون انا بصبغ شعري اشقر ولا لون ثاني. انا بالنسبه لي ما اقبل ان يوني
أنا بس سوي لي نيو لوك، أنا ما يمشي عندي هالكلام. الفكرة إن نبي نعدل تعديلات في شوية تجاعيد هني نبي نخفيها، في خط بدأ يظهر نبي نعدله، ممكن يطلع الشكل طبيعي وممتاز بحيث إنه ما يطلع شيء خطأ. دكتور عندي سؤال عن التكتلات اللي نشوفها على بعض الوجوه بعد عملية الفيلر أعتقد، بس عقب الفاصل. مشاهدينا رح نطلع فاصل، الموضوع وايد يعني محمس وفي وايد معلومات مثل ما قاعد استفيد، أتمنى أنتم أنكم قاعدين تستفيدون. فاصل صغير ونرجع لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا، وكنت أسأل الدكتور عن التكتلات اللي أعتقد أنها تصير بعد الفيلر. دكتور ليش تصير تكتلات؟ هل من زيادة الحقن ولا؟ لا، من سوء المادة. من سوء المادة دائما ما نشوف التكتلات إذا المادة مو زينة. زين تبدأ تسبب تليفات ونشوف أو نحس في التكتلات اللي مو موجودة. وصراحة يعني هذه أصعب، يعني صعب حلها، بالإمكان كان أن نمنعها. بالأخير يعني دائما هذا ويه، يعني نقول أنا أقول حق الكل هذا ويه، لا تستخسرون فيه إن والله هذا إبرته مثلا بمئة دينار وهذا إبرته بخمسين دينار، أنا خلنا أسوي بخمسين دينار. يعني هذا الويه إذا حقنا بشيء ما راح يعني وسبب مشكلة ما راح تروح. فلا تستخسرون في المواد اللي تحقنونها، وسأل الدكتور ليش انت سعرك كذي، ورني الماده خلينا نصورها. مثل ما قلنا هو دكتور الناس يعني الحين احنا وضحنا لهم هالموضوع، يعني اتمنى ان ياخذون هذه الفكره. الناس تفكر ان مثلا الدكتور محمد اغلى من الدكتور الفلاني، هي مو اغلى، هي يعني الماده نفسها. يعني ممكن العياده تكون مثلا بهالكثر دينار والماده هالكثر سعرها، يعني حتى لو بيروحون ياخذونها من الصيدليه يباع دكتور بالصيدليات ولا لازم يكون عند دكتور؟ لا يباع للأطباء فقط، بس الأطباء يوزع عن طريق شركات. ما يباع برا، بس معروف سعره. يعني لأن أنا اللي أقوله مثلا إذا الواحد نفس مرات لما نروح مثلا المستشفيات الحكومية على أساس التقويم أو عمل تجميل الأسنان، المريض هو نفس اللي يشتري المواد اللي راح يستخدمونه، فيمكن يكونون الناس شوية على دراية أكثر أو يصير عندهم ثقة إنه لا مو الدكتور قاعد ياخذ الفلوس حقه، هذه سعر المادة. اللي يعني أقول لهم أنا حق أقول حق المرضى، أنت تشوفين العيادة الرخيصة اللي تروح تقزج ما يخالف، بس قولي له حط لي المادة هذه. أنا أيكم بعد أسبوع، مو موجود الحين، أيكم بعد أسبوع حقنوني المادة هذه اللي أنت تضمنين أنها مادة زينة، وخلي قزج إياها تقولين بنفس السعر، إحنا راضين ماكو مشكلة. وتشوفينها بجدامك يبطل العلبة ويستخدم الإبرة اللي داخل، يعني داخل العلبة، ما في مشكلة. بس ما يصير تقولين أنا العيادة هذه غالية والعيادة هذه رخيصة. صحيح. وتختلف إنزين دكتور بالنسبة للمضاعفات، هل في أي علاجات يعني كل المضاعفات ممكن يصير لها علاج أو العلاج وايد أصعب من الحل في البداية؟ والمرضى ويعرفون إيش كثرهم من مراجعاتنا اللي قازين المواد الدائمة والأكواليفت والمشاكل هذه يدرون، وسووا بلوجرز، سووا بلوج كامل على الانترنت وبدأوا يسوون جروبات ويحاولون، بس للأسف ما في حل دائم. وسووا بعضهم عمليات وشالوا ما تروح المادة. يعني ما في حل دائم كثر ما أن أنتوا تنقون المادة اللي تنحقن داخل الوي في البداية. المادة دكتور أعتقد وهم الطبيب المعالج، يعني لأن هم لازم يكون الطبيب المعالج للثقة. للثقة يعني إذا أنت ثقتك في الطبيب اللي تراجعين عنده عالية وتدرين إنه ما راح يغشك، للأسف يعني للأسف إن هذه مهنة الطب مفروض إنه ما فيها غش. صحيح. زين لما يقولش الطبيب أنا بستخدم هالإبرة ويستخدم إبرة ثانية، هذه مشكلة كبيرة. والبعض المراجعين يعني كانوا يقولون دكتور إحنا شو نسوي، إحنا رحنا مستشفى معروف يعني باسم معروف بعيادات معروفة وقزونا مادة دائمة وإحنا ما ندري، يعني إحنا شعرفنا إحنا رحنا وثقنا بهالمكان ورحنا. فأنا اللي أقوله إن ثقتكم
في طبيبكم إيه اللي تشكل الشكل دكتور الأساس. احنا باقي لنا يعني تقريبا دقائق وايد بسيطه، بس ودي اتكلم عن موضوع النظاره. وايد قاعد نسمع ان ابر للنظاره او فيتامينات تنحقن للنظاره. نعم. ممكن شويه تكلمنا باختصار عن هالموضوع؟ النظاره من الشغلات اللي ضروريه صراحه. اول ما بديت العياده ما كنت يعني مؤمن وايد بالنظارة، وكنت أقول إن هذه كلها من الشغلات اللي قصرون فيها تجارية يمكن أو إنا. بس لما بدينا نجربها فعلا شفنا في فرق. النظارة تنقسم قسمين، البلازما إنزين. البلازما عبارة عن إن نسحب دم من المريض، نحط الدم هذا في ماشين معينة تبدأ تفلتره وتطلع منه كل العوامل المفيدة اللي داخل الدم، كعوامل نمو الخلايا الجذعية، البليتلتس أو الصفائح الدموية، ونبدأ نحقنها في أماكن في الوجه أو الشعر، وتبدأ تعطينا نتائج رائعة. زين. أو أن نستخدم النظارة بالفيتامينات والمواد المصنعة، ونبدأ نفس الشيء نحطها في الوجه، سواء في جهاز، إحنا نستخدم جهاز اسمه الديرمال بن، أو بحقن في أماكن معينة، وتبدأ تعطينا أهم نتائج ممتازة. طبعاً إحنا كمية أو الجهاز البلازما اللي نستخدمه جداً يعني يعطينا تركيز عالي، فنحتاج ان نحقن البلازما مره كل 6 أشهر. فما يحتاج ان مثل ما اللي يشوفونه ان كل شهر تقريبا كل شهر اي. فنسوي مره وبعدين نلحق وياه او نعيد الجلسه بعد اسبوع في المواد اللي احنا نستخدمها، وبكذي نشوف نظاره جدا عاليه. النظاره شنو؟ تفتيح باللون، صفاء بالبشره، تقليل المسام، واللون الجلوينج او ان الوجه يلمع. وشفنا ان فعلا المرضى لا كانوا يردون يبون زياده، فمعناتها انها تشتغل صحيح. مو احنا اللي نقول، احنا اللي علينا ان نسوي ونشوف. لما المريض يغط له 3-4 أشهر ويجي مره ثانيه يبي العلاج، معناته انه نشوف يمكن بالصور ابراهيم نعم، فنشوف ان المريض يجي مره ثانيه ويبي يسوي، معناته انه فعلا ناجحه وان المريض فرق معاه وبينت. ولما تصير في كومبينيشن وياها شويه مثلا فيلر او بوتوكس، فعلا يبدا الوجه يبين انه وايد افضل. دكتور قلت لي انا، لان هذا السؤال دائما يتردد عندنا، لما يبتدي المراجع يحقن البوتوكس كل 9 شهور لازم ولا 6 أشهر؟ كل ست شهور. زين، ما ياثر دكتور مثلا انه هذا سؤال وايد نسمع. انا هم يعني الواحد كلامك 100% صح. هذا اكثر سؤال نسمعه، هل البوتوكس عقب يزيد التجاعيد؟ والجواب لا. شلون الناس تلاحظ كذي؟ الحين انا عندي تجاعيد هني في الجبهه، احقن بوتوكس تختفي التجاعيد، اقعد 6 أشهر ما في تجاعيد بوجهي. بعد 6 أشهر تبدا تطلع، ابدا اخترع ليش طلعت وجهي تجاعيد ما كانت موجوده. هي موجوده بس انت لان نسيتهم لمده 6 أشهر، فالناس تحس ان التجاعيد زادت. هي ما زادت، هي هذه نفسها اللي موجوده عندك، اختفت فانت مو متعود على هل هي تزيد التجاعيد عن قبل؟ أبدا ما تزيد، ولكن اختفائها لمدة 6 أشهر يبدأ يوضحها أكثر فتبين. دكتور وصلنا بسرعة إلى نهاية حلقتنا اليوم معك، وأنا أعتقد أنه لازم تشرفني مرة ثانية، لأن إحنا ترى جاوبتني على فقط 5 أسئلة، لأن الحديث ممتع في وايد معلومات. وأتمنى أن إن شاء الله نلقاك بحلقة قادمة للمزيد من المعلومات. ووايد أنا مهتمة بموضوع علاج الشقيقة أو الصداع النصفي بالبوتوكس، عساس يمكن نعرف عليه العديد من المشاهدين. فإن شاء الله بلقاء آخر نتكلم عن هذا الموضوع، وأشكر وجودك معي دكتور. شكراً، ما قصرت. مشاهدينا، كان معي بالحلقة دكتور محمد العيسى، استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل وجه. أتمنى أنكم استفدتوا من المعلومات اللي قال لنا إياها، وشكرا لمتابعتكم، وأمسيكم على خير، ونشوفكم بحلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.